السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو خاص بنقل الملفات وعمل تطوير للعبة محاكي الحافلات الاندونيسية بدون اخطاء. انت هتحتاج واحد من دول، برنامج فك الضغط اذا كان ده او اذا كان التاني. فانا عن نفسي يعني بشتغل بالاثنين يعني، فانت شوف اللي يريحك ايه، وهو الشغل واحد يعني. احنا لو شرحنا بواحد نفس الشغل. اولا انا هخش ده كده، وليكن ان انت حملت الملف ووصلت لكلمة السر، لازم ان انت تحمل الملف وتشوف الفيديو وتشوف كلمة السر، لان غالبا الملفات بتبقى محمية بكلمة السر. طيب، اول حاجة لتجنب اي خطأ هنخش في اندرويد OPP، هنخش في الملف بتاع اللعبة. هذا الملف بتاعك اللي هو داخل اللعبة عندك، هعمل ايه؟ هعمل له نسخ. ليه بقى؟ هقول لك ليه. وهنشئ حافظة جديدة، اي اسم اسميها اي اسم، وانسخ الملف موجود لتجنب اي خطأ، بحيث ان انا لو في اي خطأ واللعبة حصل فيها اي مشاكل ارجع للملف القديم تاني وهعمل اعمل استبدال وارجع للملف القديم تاني، هتشتغل بكل سهولة. تمام، انا عملت نسخة كده احتياطية. تمام، هخرج تحميل وهخش الداونلود. ادي الملف مثلا يعني ليكن اللي انا حملته وقمت بتحميله واستخلصت كلمة السر منه. هدوس عليه كده، لما انا انت لو دوست على الملف ذات نفسه هيعمل لك تحديد، لا انت تدوس على الاسم الملف. تمام، واتاكد الاسم ده نفس الاسم اللي عندك، لان بعض الشيء بيختلف. احيانا بيبقى انت عندك 2635 زي كده، ممكن يكون 1635 وممكن يكون 3635. فانت لو يختلف الاسم هتسميه نفس الاسم ده، يعني هتاخد الاسم بتاعك، الاسم بتاعك ده ما يتغيرش. هتسمي الملف اللي انت سميته بعد ما تفك الضغط منه هتسميه بنفس الاسم بتاعك. تمام، طيب هعمل له فك الضغط، وليكن انا مثلا فكيت ضغطه كده، جار استخراج. وهذا الفيديو يعتبر مرجع لجميع التطورات اللي بتتم على القناة، يعني جميع التطورات بهذا الشكل. لو في تغيير هعمل شرح في نفس الفيديو اللي يتم فيه العرض المحتوى. تمام، ولكن اي تطوير هيبقى بهذا الشكل. احفظ الخطوات واحفظ الطريقة، هتدوس دوسة مطولة وهتعمل نسخ. المرة فاتت دوست دوسة يعني نقرة واحدة، ولكن المرة دي دوست دوسة مطولة. عمل لي هنا مربع، عمل لي هنا مربع، وعمل لي هنا الغاء المربع. يعني لو عملت كده لغيت النسخ اللي انا اخدته. لا، انا هرجع تاني واخد نسخ بقى تاني اهو زي ما انتم شايفين كده، واروح سكرة الهاتف واخش الاندرويد واخش OPP وادخل ملف اللعبة نفس الاسم. يبقى نفس الاسم، الاسم بتاعك الاصل ده ما يتغيرش. تمام، واعمل له هنا كده بيقول الاستبدال الاسم موجود، واستبدال هل تريد الاستبدال، هقول له تطبيق على جميع الملفات واقول له استبدال، هيعمل لي استبدال. يبقى كده انت تم العملية بنجاح. تمام، في حالة فشل مثلا، في حالة فشلك او في حالة اي خطأ، ارجع للملف القديم هعمل له استبدال، هعمل له نسخ، وارجع اعمل له بسط هنا. يبقى كده ريحت وتفاديت اي خطأ. طيب، لو في اي مشاكل تانية، طالما انت الاسم بتاعك نفس الاسم وقال لك استبدال، يبقى ما فيش اي خطأ، يبقى ما فيش اي خطأ واللعبة هتشتغل. الا يكون في حالة واحدة بس. ايه هي الحالة دي؟
لو الاسم مظبوط وقال لك استبدال الا يكون في حاله واحده، ان الاصدار بتاع الملف مش نفس الاصدار بتاعك. فانت هتعرف الاصدار بتاعك ازاي؟ اصدار اللعبه، هتخش على اللعبه مثلا زي كده وهتدوس عليها دوسه مطوله وهتعمل معلومات، هتشوف الاصدار 3.6.1 ده الاصدار اللي احنا اللي يكون متحدث من سوق بليه، تمام. اما الاصدار القديم، ادي الاصدار القديم، هتدوس معلومات 3.5 ده الاصدار القديم. هما الملفين اللي بيبقوا موجودين، يا اما الاصدار ده يا اما الاصدار ده. طيب في حاجه كمان، لو انت يعني مش عارف الملف ده مش موجود عندك، فانت بتحط الملف التطوير بهذا الشكل ما اشتغلش عندك، هتعمل عادة تسمية زي كده وهتجرب رقم اللي هو الرقم للاتنين ده هتعمله 1، رقم 2 هتعمله 1 كده، وتدوس حسنا وتفتح اللعبة، ما اشتغلش هتعمله 3، تمام. لكن ما تغيرش اي حاجة تانية. هما الاحتمالات دي اللي بتبقى واردة ودايما بيتم يعني اغلبية الناس بتقع فيها في الموضوع ده. ولكن اذا قال لك استبدال واستبدل الملفات وقال لك تم العملية بكل نجاح، يعني 1000000% ان اللعبة هتشتغل بدون اي مشاكل، تمام. وتأكد دايما اخر الاسم، هو لو قال لك استبدال هيبقى خلاص كده ما فيش اي كلام، تأكد ان دايما بعد ما تفك الضغط بيبقى .opp، ده اسم الملف بيبقى مضغوط بهذا الشكل بهذا الصيغة. وكده يبقى خلص الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.